انت حياتي كلها يا ماما، بعرف انك عم تسمعني. ناطرة اوعى عليه الصبح وعم بحرتي. رجعت من بعد ما ماتت امه. تعرفتوا علي جوات الكادر، اليوم عم تتعرفوا علي برات الكادر. انا كريستين شويري. شي طبيعي انه كون بحب الافلام كثير وبحضر افلام كثير، في اقضي نهار بكامله يعني هون اوعى الساعة 5:30 الصبح مثلا او 6 الصبح حط افلام بصير واحد ورا الثاني لشي الساعة 6 عشية. المهم الفيلم هو اللي بدق فيه واللي بحسسني بشي، بيعطيني شي جديد عن يلي منشوفه عادة. مثل ما شايفين بحب المبيت الأبيض بالصيف لأنه شوب، والأحمر بالشتاء. واللي أكتر بحبه من المبيت هو السوشي، يعني في اتروق سوشي الصبح إذا شي. هي سيارتي فيتاس، ما بحب سوق أوتوماتيك، بحس حالي انه كثير تنبل اذا سقت اوتوماتيك. بعدين السياره البيتاس بتلبي اكثر، وبما انه بحب دوبي فبدي سياره تلبيني، فما في سوق اوتوماتيك. ما بعرف ليش هيدا الكتاب انا كتبته، بيحكي عن الحب اهم شيء بالحياه، وبيحكي عن كل العلاقات يلي ممكن تكون صعبه ومش مسموحة وممنوعة وفيها مشاكل والمجتمع ما بيتقبلها بسهولة. Fail, forbidden and imaginary love. أنا وصلت على المظاهرة لأنه طفح الكير. ضلكم عم تحلموا، ما توقفوا أبداً.